سيدة تقول: نشأت يتيمة وكفلني أحد أقاربي وتوفي بعد زواجي مباشرة، وعشت مع زوجي 5 سنوات ثم طلقني وليس لي أحد ألجأ إليه، فهل يصح لي أن أظل في مسكن الزوجية حتى تنتهي العدة وأكون قد دبرت أمري؟ تعتد المرأة في البيت الذي كانت تسكنه عند موت زوجها، سواء أكان هذا البيت مملوكا لزوجها أم مؤجرا أم معارا، وهو مذهب الجمهور. ودليله حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، لما مات زوجها خارج المدينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، لأنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقه، فقال لها أخيرا: اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وملازمة البيت واجب عليها إن تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلب أجرا لا تقدر عليه جاز لها أن تتحول إلى غيره. وقال جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر: إن المتوفى عنها لا يلزم أن تعتد في بيت الزوجية، بل يجوز لها أن تقضيها في أي بيت، لأن الله حين أمرها بها لم يعين بيتا خاصا. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت، وإن شاءت خرجت، في قول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزواج ما دامت العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. وتحدث القرطبي في تفسيره عن هذه الآية وقال كلاما طويلا خلاصته: أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولا تتركه إلا لعذر مقبول، وذلك على رأي الجمهور. وأجاز لها البعض الخيار في أن تعتد في أي مكان تشاء، ولها أن تخرج نهارا لكسب عيشها. أما المطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلا، وأما خروجها نهارا لحاجة ففيه خلاف. وأما المطلقة طلاقا بائنا فتعتد في بيت مطلقها أيضا ولا تتركه إلا لعذر. وقيل يجوز لها أن تعتد في غيره كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، ولها الخروج نهارا للحاجة. هذا وما دام الأمر خلافيا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له، فالرأي الاجتهادي صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب، وبهذا لا يكون هناك تناقض ولا تضارب في أحكام الشريعة المنصوص عليها والمتفق على صحتها. والله أعلم.